عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني طلاب مدرسة بهجة العلم في المسابقة الرمضانية فوازير البهجة، والتي سوف يتم بثها يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر راديو البهجة. والآن تابعوا معي إخواني الطلاب هذه الحلقة حتى تتعرفوا على سؤال اليوم، ثم سجلوا إجابتكم في الكشف الذي تم إرساله سابقا. رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أسرع الأيام، لقد وصلنا اليوم إلى آخر فزورة من فوازير رمضان. عن من ستكون فزورة اليوم؟ سوف نتحدث اليوم عن أكبر مسجد في العالم، وهو أعظم مسجد في الإسلام. تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض، ويعتبر هذا المسجد قبلة المسلمين في صلاتهم، وإليه يحجون. ما شاء الله، وما هي مرافق هذا المسجد؟ إن لهذا المسجد رموز دينية متعددة، مثل الكعبة وحجر إسماعيل وبئر زمزم ومقام إبراهيم والصفا والمروة والمطاف والمسعى والحجر الأسود. اللهم ارزقنا زيارته في القريب العاجل. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن.